بيها. أصعب موقف عديتي عليه في 22؟ ها؟ كتير. أصعب موقف يلا كتير قوي. وأنت فاكرة إن أنا هسألك السؤال الأولاني؟ لا هما كتير مواقف كتير, كتير. في مواقف صعبة. لا أنا مش فاكرة حاجة دلوقتي يا لميس, بس هما كتير. أنا قولي فكري, جالي حساسية في وشها تعبتها كده شوية. ده أنا عييت وقعدت شهرين, نمت صحيت لقيت نفسي ده موقف صعب. شفتي لقيت وشي وارم جدا, اضطريت اخد حقن كورتيزون كتير قوي لاني اتشخصت غلط. يعني قصه طويله, بس تعبت لمده شهرين ودلوقتي ابتديت اتعافى الحمد لله, وشي ابتدى يرجع احسن من الاول. بس تعبت قوي وخدت ادويه لمده شهرين كورتيزون بقى وكده. كورتيزون, فتعبت قوي قوي. يعني ده انا حاجه خسرتيها في 2022, زياده وزني. خسرتيها؟ ما خسرت وزني. خسيتي يعني؟ لا مش خسيت, ما انا كنت رفيعه بس خسرت الرفع ده. لا الحمد لله ما كانش فيها خساره, كانت سنه حلوه وبجد بامانه يعني ما كانش فيها اي خسائر. لو خسرت يمكن اني ما حققتش كل حاجه نفسي فيها, وان شاء الله هرحلها للسنه الجايه اكملها باذن الله. مايس, حاجه ندمتي عليها 2022؟ انا بندم على حاجات كتير قوي. انا ندمانه طول الوقت. ندمان. لا بجد انا ندمان مشانتي. انا اللي عشقتك ما عشقتي. والله انا ندمانه طول الوقت. ندمانه على ايه؟ على ايه يعني؟ طيب ايه الحاجات اللي انا ندمانه عليها؟ بتسالي اسئله صعبه على فكره. ايه يا جماعه, انت لازم تتكلمي من قلبك. دي حلقه بسيطه جدا. ما انت بتتكلمي عن ندم مره, ما تسالينا على حاجات لذيذه شويه. جايين جايين, بلاش ندم. جايين يا حلوه, جايين يقولوا اسئله حلوه. الندم لما يبقى على ديلي بيسس, فاهم قصدي ايه؟ خلاص يعني بيبقى بالنسبه لي حاجه ندمتي عليها. مش بفكرك, فكري ان انا بدي المي هدومي مثلا. مثلا ان هي بتقعد تستناني تديها هدومك. بطلت اديها هدوم عشان هي بتختفي. الهدوم بتروح ما بترجعش, بتروح ركور. انتوا مقاس واحد يعني؟ تقريبا. تقريبا. انت حضرتك ماسكه في الموضوع ستيل واحد. لا مش في كل حاجه. لا هي ميس شويه سامبل اكتر مني. انا يعني احب ان انا ابقى سامبل كل حاجه, بس ريش بقى وكده ولون وكده. لازم العز يبان. يعني شوفوا اتنين لابسين اسود ودي لابسه فوشيا فوشيا فوشيا. بحب بموت في الالوان على فكره. ما بحبش اللون الاسود, ما تتخضيش. كل البنات يقول لك ايه احلى الالوان, يقول لك احب اللون الاسود. هو طبعا من احلى الالوان وكل حاجه, بس انا ما بحبش الحاجات الكئيبه. يعني الاسود دايما بيدينا شويه بص كئيبة. بص سميته كئيبه ازاي؟ الاسود ملك الالوان. ملك الالوان بالنسبه لك وبالنسبه لناس كتير. عادي لما اقول وجهه نظري ان انا اللون طبعًا. الاسود بحب الالوان الفرحانه اكتر اللي بتضحك.